بتاعت الاسماعيليه بتقول لك انا بيتي بيتخرب يعني، يعني كانت طلقت بسبب الديون وبعدين رجعوها فبتعمل جمعيه فساعدوها. والله بتقول يا ريت حد بس حتى يدفع لي يعني، وادفع له بعد كده اجزاء صغيره، الجمعيه مبلغ كبير يعني عليها 36,000 جنيه دخلوها جمعيه اهل الخير، عملوا لها جمعيه مش عارفه تدفع بقى صلاه الجمعيه نفسها، فعايزه تقسط في المتقسط يعني، تيجي بقى حد في يجي يدفع لها الجمعيه ويدفع لها المبلغ ده للناس وتخلص منهم، لان من شهر 9 اللي فات مكسور عليها الجمعيه. فازمه من ازمه من ازمه، انا قاعد بسمع المكالمه موضوع من داخل موضوع، كل ما اجي احط ايدي ان هي دي المشكله الاقي لا في مشكله تانية بتولد مشكله تانية. دي ناس ولازم تعيش ولازم تبقى كويسه ولازم كل حاجه، وحقهم في رقبه الجميع، حاكم ومحكوم. يعني ما تجيش تقول اصل هي يبقى الحكومه، لا ما انت كمان عندك المجتمع لازم يكون عنده دين والمجتمع يراعي. يمكن ما تقدرش توصل لرئاسه الجمهوريه، ما تقدرش توصل للحكومه بكلامها بشكواها، اللي يسمعها يحللها مشكلتها، اللي يسمعها يحاول يخاف ربنا. والله العظيم احنا لو بنخاف ربنا، لو بنعمل، لو كل واحد بيعمل ان هو يوم ما يتحاسب يوم القيامه يلاقي جواب. يا اخي ما تعرفش انت ممكن يعني ايه اللي يدخلك الجنه، انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يوصلك لرضا ربنا سبحانه وتعالى. هي المساله مش بكتر الاعمال ولا بتاع ده، انت